السلام عليكم. أنا رانا في ولاية الجزائر العاصمة، وبالضبط من منطقة بير خادم ولاكوت، ويعني في الجنوب الشرقي لمدينة الجزائر. و الملفت للانتباه هو أن الفضاءات يعني المزينة شيء جميل وإيجابي، لكن احنا نحب نشوفوا حدائق يا مسؤولين، نشوفوا مساحات كبيرة وتكون فيها يعني دي بون تاع الاستراحة وتاع الاسترخاء للأطفال وللمسنين. لازم تكون عندنا دي بارك اوربان، دي بارك دو غراند سيرفاس، لابد ماشي غير في لي رون بوان في هذا المفترق الطرقات. نخليكم تتابعون، والسلام عليكم.